السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دايرك سي الشيخ لاباس؟ يا مرحبا بك مرة ثانية يا سي فضول. أي شكرا أودك سي الشيخ سي الطيب، راه كنشكروك. الله يطول عمرك مولاي. كتشجعنا وكتنورنا، الله يعطيك الله يعطيك الخير. جزاك الله ألف خير أخويا، الله يرحم الوالدين. الله يحمر لي قراك. اللهم أمين أخويا بارك الله فيك. غادي نسولك الحاج. أي يا سيدي. إلا صليت وسلمت، واش يجوز المسبحات يديرهم بنادم باليد اليسرى ولا لا؟ أيه واخا خويا، أيه بإذن الله. نعم كاين شي سؤال؟ أيه واخا نجاوبك إن شاء الله. عندك سؤال ثاني ولا شي تدخل ثاني؟ بغيت نغاد الدعاء الله يرحم الوالدين. يا ربي يا كريم أخويا سيف الظل، جزاك الله ألف خير وهنيئا لك وبارك الله فيك وأسعدك الله. هذا السؤال يا سيف الظل راه مهم جدا، رغم أنه يبدو بسيط لكنه مهم للغاية. كيسول سيف الظل عند الإنسان إلى صلى وسال الصلاة ديالو أنه كي يسبح لله البقية الصالحات، هل تعلم سيف الظل بأن أعظم وأكرم أكرم عمل في عند الله تعالى ما هو أعظم عمل عند الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة؟ هو البقية الصالحات. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أشنا هي البقية الصالحات؟ هي اللي قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله تعالى 33 مرة. قال لهم هذا العمل إلا قمت به راه ما كاينش شي واحد في الدنيا غادي يكون أكثر منكم، راه المصلون والصائمون والمجاهدون والمحسنون والأهل الفضل وأهل الخير كلهم أنتم غتسبقوهم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهذب قلوب بعض صحابته خصوصا الفقراء اللي كانوا مساكن كيشعروا بالحرمان، كيقول لهم: ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 مرة، وذلك قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني عقب الصلاة الصلوات الخمس ملي كنساليو السلام عليكم السلام عليكم، اش كنقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا استغفر الله 3 مرات مباشرة بعد السلام؟ كنستغفر الله تعالى على انني كنت شاردا في صلاتي، لما كنت كنصلي وقع لي شرود، وقع لي عدم انتباه، ربما فقدت التركيز، فكنستغفر الله تعالى على ذلك. ثم كنقول الأذكار المأثورة وكنختم بهذه البقية الصالحات: تسبحون الله 33 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، المجموع 99. وكنختم بالمئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لدرتي هذا العمل ما كاينش شي واحد غادي فوقك، كاع الناس اللي سبقوك في الصلاة وفي الجهاد وفي القرآن الكريم وفي طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الزكوات وفي الحج والعمرة، أنت غتسبقهم وغتدركهم وغتفوتهم بهذا البقية الصالحات. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه، هذا جواب على سيف الظل. قال لك واش نديرها بالشمال؟ لا، كنديرها باليمين. سنة النبي المصطفى أنه كان يعقدها بيمينه. لماذا؟ لأن اليمين هي كاع الأعمال ديال الخير. عندنا يدين واليد ديالنا اليمنى كنستعملوها للخير،
إذا كانت البقية الصالحة في التشهد كيقولوا التحية لله الزكية لله الطيبة، كندير الحركة بالأصبع باليمين اليد اليمنى، الصدقة كنصدقوا باليمنى، السلام عليكم ورحمة الله، كنصافحوا الناس باليمنى، دائما اليمنى كندير بها أعمال البر، واليسرى تستعمل لأشياء أخرى غير لا ذكرها من الاستنجاء وغيرها، كندير باليسرى كيبقى دائما الإنسان طاهر ونظيف. وهناك من يستعملها بالسبحة أيضا، لا حرج في ذلك، لأنها وسيلة من الوسائل يستعمل السبحة. إذا وأصلها أن النبي الكريم رأى امرأة تقوم بالذكر عن طريق الحصات والجرة، كتستعمل الحصات وتربيهم في الجرة كتحسب، ولم ينهاها، فدل على أنها مباحة. المهم أن نعقدها باليمين، وهذه البقية الصالحات أش كتسمى؟ كتسمى غراس الجنة، غراس الجنة. يعني الانسان اللي يبغي يقعد فلاح في الدنيا، انت كتمنى يكون عندك شي ارض فلاحيه، شي بقعه تزرع فيها، دير فيها النخيل، دير فيها الرمان، دير فيها التمور، ودير فيها كتمنى، ولكن العين بصيره واليد قصيره. شحال واحد دابا مسكين عايش في واحد ربعه الحيوط ضيق في المدن القصديريه او في الاحياء الشعبيه او في المدن الكبرى العملاقه، عنده واحد متر صغير، كيتمنى يكون كانت عنده شي فيرما ولا شي بقعه ارضيه فلاحيه يزرعها ويصوبها ويتمتع بها ويفرح، يقول يا سلام، يدوس فيها التقاعد ديالو اخر عمره، يتفجج في هذا الجمال. ممكن تكون كذلك باذن الله، وخير من ذلك ما هو انك تواظب على التسبيح والتكبير والتهليل. غمض عينيك اللي تبغي تذكر الله تعالى، غمض عينيك وتخيل ان الله عز وجل سيعطيك في الجنه ارض واسعه، هذه الارض ليس لها بدايه ولا نهايه، أرض شاسعة لم يعصى الله عليها قط، وانت كتزرع فيها، كدير فيها النخيل والرمان والتمور وجميع أنواع الفواكه وأنواع التغذية كلها كتزرع فيها من الآن. كيف تزرعها؟ بالتسبيح والتكبير والتهليل. لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة كيذكروا الله تعالى، قال هؤلاء يشتغلون على غراس الجنة، على غراس الجنة. انت بقى تشتغل بها، غمض عينيك وتخيل بأنك راه عندك الأرض وزرع، اش غادي يوقع لك الان؟ واحد الطمانينه، واحد السكينه، واحد الفرحه، وغتشعر بانك من اغنى الاغنياء وانك من اثرى الاثرياء. واخا جيبك خاوي، هذا راه ماشي اوهام ولا ديماغوجيا، لا ابدا، هذه حقيقه يقينيه، ان الانسان كيغمض عينيه وكيتخيل بان الله تعالى غادي يعطيه واحد الجزء عظيم من الملكوت ديالو. وانت الان كتقوم بعمليه الغرس، التسبيح والتكبير والتهليل، وانت كتقول فيها، كتغرس هذه الاماكن، ويوم القيامه تجدها عظيمه، كيقول لك الله هذا ملكك. يا سلام، اللي كتدخل ذاك الملك كتلقى نخله واحده يقطع الفارس ظلها في 500 سنه ولا يكاد يقطعها بفرسه، فهذا نعيم كبير. نسال الله تعالى ان يلهمنا واياكم الذكر، الله يلهمنا التسبيح والتكبير والتهليل لكي نكون من اهل الله وخاصته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع أخينا السي حسن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي داير السي الطيب؟ الله يبارك فيك مولاي. الله يجازيك بخير السي الطيب. حياك الله أخويا، بارك الله فيك. الله يحفظك ويطول عمرك السي الطيب، يا أول مرة كنشارك معك السي الطيب. يا مرحبا، يا مرحبا بأهل ابن ملال. اقليم بني ملال، واحد قصيبه اقليم بني ملال. ايام شرفين سعداتكم، المنظر الجميل والطبيعه الخلابه، كاين شي امطار ديال الخير عندكم سي حسن؟ الحمد لله سي طيب، يلاه يعني الحمد لله، يلاه يعني ضربت الشتاء الحمد لله، البركه بركه. اللهم بارك، اللهم بارك. الله يجازيك بخير سي طيب، عندي المراه شويه عيانه، الله يجازيك بخير، دعا لي انا. يا رب يا رب. الله يجازيك بخير ويطول عمرك. يا رحمن يا رحيم. وعندي البنيه الله بدات واحد خدامه في مراكش، ولكن مازال ما يعني مازال ما اقتنعش يعني بذاك العمل، مازال يعني سميتو الداعيه حتى هي معها، الله يجازيك بخير. يا رحمن يا رحيم. الله يجازيك بخير. اما الحمد لله يعني ما خاص حتى خير الحمد لله، ولكني الصحه هي كل شيء، عندي المراه شويه عيانه شويه. الله يشافيها ويعافيها. يا اخويا يا ربي امين، دا معايا ومع جميع المسلمين السي الطيب. اللهم امين. الله يجازيك بخير وكنشكرك على البرنامج الرائع وعلى النصائح اللي كتقدم لنا السي طيب، الله يجازيك بخير والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام سيدي حسن، حفظك الله ورعاك. سي حسن هذا زوج وفي، هذا زوج مبارك، زوجته مريضه
واكيد انه بدل ما في وسعه لعلاجها، حتى انه اضطر انه يتصل باذاعه خاصه ويطلب من المستمعين المغاربه في كل مكان ان يدعوا لها بالشفاء. سي حسن راه نبهنا بان واحد النعمه عظيمه وجليله وكبيره عند الانسان لا يعرف قيمتها الا بعد ان يفقدها، وهي نعمه الصحه. الصحه هي تاج على رؤوس الاصحاء، لا يراها الا المرضى. اللي صحيح في بدنه عليه يحمد ربي ويشكره بانه مرزوق وانه مكروم وانه منعم، وخصوصا الى مرضات ليك مولات الدار، لان المراه هي الثريه ديال الدار. الى كانت صحيحه وكانت ناشطه وكانت بخير، عرف بان الدار راه مضويه. والا كانت المراه مريضه او مكهربه او عندها امراض نفسيه، يعني الدار مظلمه، هكذا هي المراه كيوصفوها الناس، هي بحال الثريه، لك ان تضيء انوارها ولك ان تطفئها، شوف انت الموقف ديالك معها. السي حسن هو يسعى الى اضاءه هذه الانوار ويطلب من الله سبحانه وتعالى ان يشافي هذه الزوجه. نسال الله تعالى ان يرزقها تمام الصحه والعافيه. الله تعالى كريم كل ليله والناس نيام. ربنا سبحانه وتعالى يبعث رحماته ويبعث الطافه الخفيه، والناس نائمون تدركهم رحمة الله. وانت على فراشك ناعس كتجيك رحمة الله سبحانه وتعالى، وتستيقظ صباحا وقد شفيت وعفيت. هذا غير المؤمن فيه النية. أما إذا كان ذاك المؤمن الليل كله وهو يناجي ربه يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم، فإن الله تعالى يريه عجائب قدرته ويقول لأنزلن عليك رحمتي لكي تشفى وعزتي وجلالي، وتشفى بأمر الله تعالى. الله يشافي هذه الزوجة الصالحة ويمتعها بتمام العافية. وهذه البنية ديالك الله يحسن عوانها أنها تنقل من مدينة إلى مدينة، من بني ملال إلى مراكش، صعب جدا. حتى الرجال ملي كيتنقلوا من مكان إلى مكان كيلقاو صعوبة كبيرة، الغربة والتنقل، وربما يحتاجوا إلى كراء مسكن آخر ونفقة زائدة، يعني اللي غيربحوا في هذا العمل وفي هذه الوظيفة أو من أجرة وراتب غينفقوا على المواصلات وعلى السكن الجديد بعيد عن العائلة، ولا يكاد يوفر إلى القليل، وكيبقى فوق هادشي كله الغربة وكيشعر بأنه وحيد. فلهذا كنطلب الله سبحانه وتعالى يوفق هذه البنية أنها تجد عمل قريبا من أهلها وذويها، أو نطلب من الله تعالى أن يرزقها زوجا من أبناء تلك المنطقة، وتكون إن شاء الله تعالى مستقرة في كنف زوجها وعائلته. ربنا سبحانه كريم، ربنا يخطط ويبرمج، وقل يا الله وسوف يحقق لك الرجاء. حفظك الله أخي حسن وبارك الله فيك وأسعدك الله. ودي فرصة نطلب الله سبحانه وتعالى الكريم ونقول له: اللهم يا رب العالمين، هؤلاء عبادك المؤمنين والمؤمنات والصالحون والصالحات والقانتون والقانتات والذاكرون والذاكرات، وفيهم الكثير من المرضى، وفيهم الكثير من المبتلين، وفيهم الكثير من الصابرين، وفيهم كثير من أصحاب النيات الصادقة. يا ربي نحن جميعا في هذه الليلة الطيبة، ليلة الجمعة، وفي هذه الأجواء التي تبشر بالخير وهي أمطار الرحمة، كلما كانت أمطار الرحمة تهطل من السماء دليل على أن الله تعالى راض على العباد، على الرغم من اقترفوا واشترحوا من ذنوب وخطايا، فربنا راض عن عباده ما دامت السماء تمطر مطرا طيبا وغيثا رحيما. فاللهم يا رحمن يا رحيم، هانا نحن دا عبادك نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب إن كنا قد عصيناك ما عصيناك تحديا، وإنما وقعنا في الخطأ لضعفنا وهواننا، فاغفر لنا واستر عيوبنا وبدل سيئاتنا حسنات. يا الله يا الله، نسألك اللهم نفحة كريمة من نفحاتك، ونسألك اللهم فتحا يسيرا ورزقا واسعا يا رحمن يا رحيم. نسألك اللهم حسن المعيشة، اللهم ارزقنا معيشة طيبة نتقوى بها على جميع حوائجنا ونتوصل بها في الحياة إلى أخرانا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من قلت وقولك الحق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أمددنا بأموال وبنين، اللهم اجعل لنا جنات وأنهارا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا يا كريم من حيث لا نحتسب. اللهم نور لنا دروبنا واغفر لنا ذنوبنا وحقق لنا ما يكون خيرا لنا يا ربنا. طهر قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل صلاتنا، واجمع يا ربي يا كريم شملنا، وأصلح أحوالنا وبيض وجوهنا. اللهم يا رحمن يا رحيم افتح لنا باب الخيرات، افتح لنا باب العطاء والكرم، ويسر لنا يا رب، يسر لنا وسد عنا باب الشر والتعسير، وافتح لنا باب الخير والتيسير، وألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله يا الله، اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج في هذه الليلة الطيبة، هذه الليلة المباركة. يا رب كل من عنده حاجة في قلبه وضميره عجل له بالعطاء والكرم. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، يا حنان يا منان يا عظيم الشان، عجل لنا بالفرج. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا الله يا الله يا الله، يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. يا الله يا الله يا الله، عجل لنا بالفرج. فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغننا بفضلك وسائر المسلمين. يا الله يا الله يا الله. وصل يا ربي على نبيك المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.